ولتسليط مزيد من الضوء على استفزازات انفصالية البوليساريو بالتزامن مع انطلاق المباحثات داخل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن تمديد مهمة المينورسو، كان معنا في نشرة سابقة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط الدكتور تجدي الحسيني. نتابع. هذا باعتقادي أفضل تعبير عن الفشل الذي أصبحت تعانيه البوليساريو بعد النجاحات المتوالية التي حققها المغرب على المستوى الدبلوماسي في تطويق هذا الملف وفي السير بالأمم المتحدة نحو قبول مقترح الهادف إلى تحقيق نظام الحكم الذاتي. هو مظهر للفشل لأن هذه التحركات تريد ربما أن تعيد للأذهان ما سبق أن قامت به بعض الجماعات في ما يسمى بالسيناريو إقدم إزيد، وذلك بجميع عدة أشخاص تابعين لها في مقر ذي حساسية مفرطة وهو ممر القرقرات، بحيث الهدف في الحقيقة هو ليس فقط تعبير عن مواقف أو مجرد اعتصام، ولكن هو إغلاق لهذا الممر من طرف البوليساريو، لأن الجماعات التي تتجه الآن في طريقها نحو المنطقة هي في الواقع تحمل العديد من الخيام والعديد من وسائل التأتيت لإغلاق هذا الممر، وبالتالي هذا من حد شأنه أن يهدد الاستقرار في المنطقة ويهدد موقف الأمم المتحدة التي ما فتئت تناشد البوليساريو بأن تمتنع عن أي فعل يعرقل استمرار حركة التجارة ونقل المسافرين المدنيين من هذا الممر الحيوي بين المغرب وموريتانيا. وبالتالي أعتقد أن الأمم المتحدة هي التي عليها أن تتحمل كامل المسؤولية في إرجاع الأمور إلى نصابها، واعتبار أن هذه المنطقة التي هي منطقة عازلة ينبغي أن تتمتع دائما بهذا النوع من الاستقرار ضمانا لربط التواصل بين دولتين وفي نفس الوقت حماية للاستقرار الأمني الذي حققته الأمم المتحدة منذ سنة 1991 في هذه المنطقة من العالم.